وانما انا جبت لكم النهارده اعضاء اللجنه النقابيه اللي بيتطاولوا على النيابه العامه وبيحتجوا على قرارها، وصوره من نتيجه انتخابات عضويه مجلس اداره اللجنه النقابيه للعاملين بنادي الزمالك، وصوره الاول محضر لاجتماع مجلس اداره اللجنه النقابيه للعاملين بنادي الزمالك بتاريخ 25/5/2018، وصوره من محضر تشكيل هيئه مكتب اللجنه النقابيه للعاملين بنادي الزمالك بتاريخ برضه 25/5/2018 برئاسه عبد الحميد عباس عبد الغفار، وصوره من محضر ايداع تشكيل مجلس اداره اللجنه النقابيه للعاملين بنادي الزمالك بالنقابه العامه في 30/5/2018. لما يطبع بيان زي كده في هذا التجاوز الرهيب لازم نهدي النيابه العامه تفاصيل اللجنه النقابيه، فاحنا اجتهدنا وبنقول للنيابه العامه بلاغ على الهواء، لان اللجنه النقابيه اخترقت كل ما من شانه استقلاليه القضاء والنيابه العامه، وعلقت على قرارات للنيابه العامه، وهاجمت النيابه العامه بشكل غير مبرر وغير مقبول وباساليب رخيصه وغير محترمه. النيابه العامه محامي الشعب، هذا المقام الرفيع بتتطاول عليه اللجنه النقابيه بنادي الزمالك. اجتهدنا وجبنا لكم الصور وجبنا لكم محاضرهم وبنهديها للراي العام عشان الناس تعرف النقابه العامه في نادي الزمالك مين وراها، وما فيش ولا موظف غير اللي انتم شايفينهم. وناس كتير جدا من موظفين نادي الزمالك اللي مدوني بالمعلومات دي النهارده والصور قالوا لي ولا لنا دعوه بالبيان. ولا لنا دعوه بالبيان، هو اللجنه النقابيه دي طلعت بيان لما مرتضى منصور رفض يقبض الموظفين؟ لما منع الناس من انها تقبض على كان سلموا على هاني العتال ولا احمد سليمان؟ وقفوا مع طارق سليم مدير حمام السباحة ولا مدير مصيف مرسى مطروح اللي فصل عنوة عشان ما قالش نعم؟ وقفوا مع أي حد اتفصل على كان مش على هوا ومزاج رئيس النادي؟ وقفوا مع حسام غريب اللي كان موظف رئيس قطاع الكورة؟ فين هاللجنة النقابية؟ جاية النهاردة تتصدى لمقام رفيع المقام النيابة العامة وتطلع بيان بهذا الشكل الرخيص الغير مقبول والذي يرفضه كل جموع الشعب. انا ارضى بنفسي ان اذكر البيان، لان لا يمكن ان اسمح في البرنامج لان انشر بيانا واقرأه فيه اهانة لمقام النيابة العامة رفيعة المستوى ومح الشعب المصري العظيم. ارضى بنفسي اني اشارك ولو حتى بقراءة البيان. موظفين نادي الزمالك ناس محترمه وناس شرفاء وملهمش في الكلام ده، ومالهم ومال تحيات النيابه. هو ده اللي حبسه محمد ابو طالب، ده اللي حبسه مين؟ وده قرار مين؟ مش قرار النيابه. واللي بيبرئ مين؟ مش النيابه والقضاء. واللي بيقول الاتهام مين؟ اين الاستقلاليه اذا عشان تطلع بيان تعقب فيه وتقول لي اطالب بالافراج؟ تطالب مين بالافراج؟ الورق لو يسمح بإفراج النيابة العامة هي محامي الشعب، لا يمكن أن تتخذ قرارا خاطئا، وأنا أعي ما أقول. فالنهاردة المحاضرة هي أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بنادي الزمالك، صبري عباس رئيس اللجنة، وأشرف رفعت عضو، ورفاعي محمود عضو، وعلاء حنفي عضو، وأحمد مشاطي عضو، ومجدي ملاك عضو، وحسام الدين سيد حسن، وهلا قلبه. اهو اقول لكم الاسماء تاني. صبري عباس، مع احترامي للجميع لا اوجه اي اهانه لاي احد، كلهم فوق دماغي، ولكن انا بقول لكم دول اللي صدروا البيان. صبري عباس رئيس اللجنه، اشرف رفعت، رفاعي محمود، علاء حنفي، احمد مشاطي، مجدي ملاك، حسام الدين سيد حسن، هلا قلبه. وخلي بالكم بصوا نتيجه النتيجه ايه؟ فائزين بالتزكية لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة لنادي الزمالك. لحد شافهم وهم بينتخبوا ولا حد راح صوت لهم، نجحوا بالتزكية. عبد الحميد عباس عبد الغفار، عبد الحميد رئيس، علاء حنفي، علاء محمد، طبعا انتوا عارفين علاء حنفي ولا فكركم بيه؟
عارفين علاء حنفي؟ اعتقد انكم انتوا حفظتوا القضيه، مش عايز اكرر تاني. علاء حنفي علي محمد الشهير بعلاء حنفي، ابو رفاعي محمد، رفاعي محمد ابو احمد مشاطي، مبروك. انا ما في الاستاذ رفاعي، له مني كل احترام وتقدير، اول مره اشوف اسمه. لكن عارفين احمد مشاطي مبروك عمر ولا مش عارفينه؟ تدات فصلوا جه 70,000 مره. محمد حسين عيسى حسن ابو معرفوش، مجدي ملاك، مهني ابراهيم معرفوش، اشرف رفعت عبد النبي محمد معرفوش، هلا انور عبد الله، عيد لم اشرف بمعرفتها، ولا الرئيس اعرفه. انتوا بتصدروا بيانات ضد النيابه ازاي؟ يعني ايه الجرأه دي؟ مين وراكم يعني؟ اذا كان وراكم رئيس نادي الزمالك، طب مين وراه؟ يعني ده بيان يا جماعه لابد من التحقيق فيه. وانا بعلن على الهواء واتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء مباشره للتحقيق في هذا البيان المهين لمقام رفيع المقام النائب العام واعضاء هيئه النيابه العامه الموقره التي تحقق في قضيه ليس للموظفين دخل فيها، ولا انا في الاعلام لي دخل فيها. ازاي يعني؟ ازاي انا ارفض رفضا بات مثل هذا البيان؟ واقدر جدا عداله معالي السيد النائب العام والساده نواب النائب العام، واشهد بنزاهتهم ودقتهم في كل التحقيقات التي مورست في قضيه القرن والتي جرت في قضيه القرن، وان الامور تسير بمنتهى العداله والامانه. وعلى فكرة النيابة العامة لا تحتاج إلى ثناء، وفي نفس الوقت لا تسكت على ذم. فعشان كده أنا أتبرأ أن أثني على مقام النائب العام والنيابة العامة أو أثني على القضاء، لأن أصلا العارف لا يعرف، فالمقام رفيع والقضاء شامخ. لن يزيد القضاء أو النيابة العامة كلامي بأنهم شرفاء مقدار أنملة، ولن ينقصهم مثل هذا البيان الخارج عن كل التقاليد والتعاريف والخارج عن النص، والذي يعيدنا إلى أذهان حقبة ماضية ما قبل 30 يونيو، عندما خرج حزمة من المارقين الخارجين عن القانون ليتحدثوا ويعلقوا على أحكام النيابة العامة وأحكام القضاء، على قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء. هذه اللجنة النقابية محضر اجتماع مجلس الإدارة، وأهدي لمكتب السيد النائب العام هذه الأوراق إن احتاجها. أهو محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص بنادي الزمالك للألعاب الرياضية للدورة النقابية 2000 مجلس النقابة 2018-2022، تشكيل هيئة المكتب واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراء الإيداع وانتخاب ممثل اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة. اختاروا الآتي بمقر اللجنة للعاملين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية. اجتمع مجلس اللجنة النقابية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة عبد الحميد عباس عبد الغفار بصفة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادي الزمالك، وسكرتيرة السيد المحترم رفاعي محمود رفاعي عضو مجلس اللجنة النقابية للعاملين بنادي الزمالك وللدورة النقابية مش عارف ايه، والتوقيع ده المحضر اهو. وراح اختاروا هيئة المكتب: عبد الحميد عباس رئيس، علاء حنفي علي محمد نائب رئيس، أشرف رفعت عبد النبي أمين عام اللجنة الأولي كالنجاح، هنا هيئة المكتب، أحمد مشاطي مبروك عمر أمين صندوق اللجنة، رفاعي محمود رفاعي محمد أمين عام مساعد اللجنة، ومحمد حسن عيسى حسن أمين مساعد اللجنة، ومجدي ملاك فهمي إبراهيم عضو مجلس إدارة اللجنة، وهالة أنور عبد الله عيد عضو مجلس إدارة اللجنة، مع كل الاحترام لأشخاصهم الموقرين. وبعد كده معانا انفراد تاني، الورقة الخاصة بإيداع تشكيل منظمة نقابية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية الأمانة العامة. يوم الأربعاء 30/5 قام السيد أشرف رفعت عبد النبي ممثلا عن اللجنة النقابية للعاملين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية في إجراءات إيداع نماذج تشكيل مجلس إدارة اللجنة عن الدورة النقابية 2018-2022، وقد قيدت تحت رقم كذا وكذا وكذا في 30/5 الأمين العام هشام أحمد عبد المطلب. بذلنا جهد كبير عشان نجيب لكم
مين هم الاشخاص اللي تطاولوا على النيابة العامة في نادي الزمالك، وايه صفاتهم حتى لا يعني لا نتحدث يعني منذ ان خرج البيان وانا مهموم، عايز اعرف مين اللي ورا هذا البيان حتى اوضح للرأي العام. فهذا كل ما يخص اللجنة النقابية، انفراد حصري لكرة بلدنا. وبشكر السادة الموظفين الافاضل في نادي الزمالك اللي مدونا بالاوراق لانهم شرفاء وامناء، ويعني اصابهم قلق كبير من جراء هذا البيان، وبعضهم قال لي ارجوك قول ان الموظفين في نادي الزمالك يتبرؤون من مثل هذا البيان، ولكننا مغلوب على امرنا ما نقدرش نطلع نتكلم. اروح لفاصل واستقبل ضيوف الكرام ونبدا معكم حصاد تفصيلي للاسبوع الاول للدوري العام المصري. قبل ما اروح لفاصل خليني اقول